تقولوا لي الخطه غنى. نوريك الخطه نتاعي انا سيبو لا كونط الخطه على الباكيج. تقولوا لي الخطه غنى. نوريك الخطه نتاعي انا سيبو لا كونط الخطه على الباكيج. تعطيني انا نقول لك الخطه غنحبس بونو دفاع غنلعب هنايا سيس حدا غنلعب عطوشي امين حدا غنلعب نيف اكر فلاريال قوس وفلاريال دروة فلاريال قوس غنلعب اشرف زهر فلاريال دروة غنلعب اشرف حكيمي. الشيخ سي حمي رحمة الله عليه جاءته رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال الجزائر. ثم قال ماذا؟ قال الجزائر. قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله وحسب الله ونعم الوكيل. ونتيرا وعليا ربع خطرات وخطرة قاسوني وفي التورة الدوار يقولوا الولاد علي ضربتنا الطيارات ثلاث خطرات والمدفع خطره وتفلقوا لي بومب حدا راسي وما متش. مجاهد يحكي لي كنت في ولايه اضرار يقول لي قل الله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمه للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليقه رحمه للجزائريين. بالبطاطا تاع الواد نشري السلاح تاع تورس تاع الروس بكل. والله ما سمعتك الروس بكل. نعم انها المخدرات. We have to give us this project as soon as possible. I see. It is a famous project and it's the wish of all citizens. المؤسسة يعني تحت حاليا في بعد تقريبا 9 سنوات تقريبا 10 سنوات لإنجاز هذا المشروع هذا يا خرى شنو هذا؟ لأن في اتفاقية من فبراير 1997 كيفاه؟ من فبراير 1997 عايز جملة مفيدة قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. إذن قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. الصحراء مغربية وتبقى مغربية يا الله لا تدها واحد يا الله لا تشمش فيها واحد.